وهذا غادي يكون هو الدجاج ديالنا بعد ما حيدناه من ان شاء الله هكا تنحطوه في الجنيبات هكا عشوائيا، والتزيين كيبقى حسب الذوق. السلام عليكم زوينات ديالي، كي دايرين لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. معكم بيجا من قناه انسري برودكشن، القناه ديالكم اللي كنتمنى من الله تعالى كل المحتوى ديالها كاين الاعجاب ديالكم. الناس اللي كتدخل وكتزاد القائمه ديال القناه في القناه يعني، كنقول لكم مرحبا وسهلا بكم. والناس اللي معايا ما كتفوتنيش الفرصه، انني دائما نشكركم على الدعم ديالكم والمسانده، وشكرا بزاف، وكلمه الشكر قليله في حقكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم بسطيله الكذابه، بسطيله ديال الحوت الكذابه، كتجي ولا اروع بهاد المقادير. عندي هنا ثلاثه ديال الدجاجات من وزن 5 كيلو، يعني بثلاثه بهم دايرين 5 كيلو. غادي ان شاء الله عندي هنايا 2 كيلو ديال البصله. غادي تفاجئوا وتقولوا البصله في البسطيله ديال الحوت، ولكن ما نعاودش لكم على المذاق، رائع جدا. هنا ان شاء الله عندي نص كاس ديال العنبه، دائما بالقياس بالعنبه ديال زيت المائده. عندي كاس قل ربع ديال زيت الزيتون، وعندي هنايا نص كاس قل شويه ديال الصويا صوص او لا الصوص ديال السوجا. عندي 2 حامضات مسيرات، وهنا المسير لا بدا غادي يعني تشوفوا شنو غادي نديروا ليه. عندي معلقه ديال الهريسه، والهريسه كتبقى حسب الذوق. هنا عندي معلقه كبيره ديال التوابل ديال الحوت، ومعلقه كبيره ديال السكنجبير. راكم عارفين الدجاج كيبغي سكنجبير. عندي راس ديال الثومه، هنا 2 معالق ديال الكمون، وما تفاجئوش حيتاش بصح الكمون تيخرج ديك المذاق ديال الحوت. عندي معلقه صغيره ديال الثوم بودره، وهنا معلقه ديال التحميره اولا البابريكا، وهذاك المكعب ديال الحوت. غادي ان شاء الله ندوزو للمرحله الثانيه. بسم الله على بركه الله، لا بد غادي نرقدوا الدجاج، واحسن شيء انه يترقد بالليل ويبقى حتى الصباح. غادي نضيف التوابل كامله، معلقه ديال السكنجبير على المعلقه ديال التحميره اولا البابريكا، على درس هذا الراس ديال الثومه اللي راني يعني حكيته في الحكاكه رقيقه، وهادو 2 معالق ديال الكمون، والمعلقه الصغيره ديال التحميره. كتجي هاد البسطيله ولا اروع، وما تقوليش راه ما فيهاش الحوت. هادي معلقه كبيره ديال التوابل ديال الحوت باش يخرجوا لينا ويعطيونا ديك المذاق ديال الحوت. غادي ان شاء الله هنايا شديت دوك 2 مصيرات، حيت ليهم اللب كامل غادي نديرو في الترقيده. وهنايا القشور ديالو غادي نقطعهم رقاق، وغادي نضيفهم للفيرميسال. غادي تشوفوا معايا في الاخير، ويا ريت انكم تبعوا الفيديو. هنا عندي المكعب ديال الحوت، حتى هو كيجي زوين. الملحه ما كنديروهاش حيتاش بصح اغلبيه الحوايج ملحين. غادي نضيف ان شاء الله صويا صوص، كتجي زوينه هاد الترقيده، وكيجي اللون ديالها عجيب، كتعطي واحد اللون للدجاج غزال بزاف. غادي ان شاء الله نضيف واحد نص كاس ديال العنبه، ما نكثرش الماء بزاف، وغادي نديرو في التوابل يعني، وغادي نرقد فيه الدجاج ديالي. بعد ما حطيت الدجاج ديالي ترقد مزيان، دزت هنا كناخذ هاد الفيرميسيل ديال الرز، كتجي زوينه بزاف، ما كتعجبش بالنسبه للبنات اللي كيخافوا من الفيرميسيل العاديه، هادي غتكون احسن. عندي هنايا المقادير الاخرى اللي غادي ندير في يعني في المرحله الثانيه ديال البسطيله. الفيرميسيل تقريبا واحد 400 غرام. عندي هنايا درس كبير ديال الثومه عاديه، وعندي واحد 2 حكاك صغار ديال الفطر المعلب او لا حك يعني مويان. هنا معلقه صغيره ديال الهريسه، والهريسه كتبقى حسب الذوق. هادو هما القشور ديال المصير اللي قطعتهم رقاق باش نضيفهم للفيرميسيل. وهنا عندي تقريبا واحد 5 درهم ديال الزيتون الخضر، قطعته حتى هو رقيق. هنا معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال التحميره. هذا المعدنوس، نوصيكم انكم ما ديروش القزبور، ديروا المعدنوس وديروه زلافه كبيره يعني 2 جرباطي تقريبا. هذه معلقه ديال صغيره ديال الثوم بودره،
كتوب لهاد الفيرميسيل وكتجي ولا اروع. هذه الصويا صوص كما قلت لكم او لا زيت الصوجة وزيت الزيتون اللي ضرورية. هنا بعد ما درت الفيرميسيل ديالي في الماء سخون، ما كنديرش الماء طايب حيتاش بصح هذاك الماء غليان كيرخي شويه الفيرميسيل، ما كتجيش زوينه في المذاق. تنحط الفيرميسيل ديالي لا بدا غادي نشحرها مع التوابل. هنا معلقه ديال الكمون ومعلقه التحميره ومعلقه صغيره ديال الثوم بودره، وما تخافوش منها انكم تقولوا غادي تلصق لكم ولا غادي. وهنا معلقه صغيره ديال يعني الحار الهريسه، ولا تقدري ديريها اون بودغ اللي بغيتي. وهذا الراس ديال الدريس ديال الثومه اولا شنو تنقولوا. غادي نبدا نحرك هكا باليد ديالي، بغيت نحس بهذيك التوابل كاملها دخلات في الفيرميسيل ديالي. وهنايا غادي نضيف هذاك نص مكعب كبير ديال يعني نص الكثير ديال الحوت، وغنبدا هكا نحرك باليد. ما تخافوش منها، ما كتعجن، ما كتلصق لكم في المقله. هذا هو الفرق بينها وبين الفيرميسيل العاديه. هنا غناخذ واحد المقله اخرى غنضيف فيها الفطر ديالنا اولا الشامبينيون كما كنسميوه، وغنضيف الزيتون، وغنضيف القشور ديال المصير مقطعين رقاق، غنضيف عليهم زيت الزيتون ولا بدي الا خاصه الملحه كنضيفوها وندوقوا الفيرميسيل ديالنا. معلقه كبار ديال زيت الصوجا، وغادي نضيف واحد راس ديال الثومه، كتكون الثومه حاضره بقوه حيتاش هي اللي كتخرج لينا النسمه ديال الحوت. غادي نبقى هكا، انا طفيت على الفيرميسيل ديالي وغادي نبقى هكا نحرك على هاد المكونات حتى تقلى شويه، وكنضيف المعدنوس. كنوصيكم ما ديروش القزبر، كديروا المعدنوس كيخرج الطيبه ديال الحوت. كنبقى هكا كنحرك في هاد المكونات كاملها باش كيدخل داك القزبر مزيان وينسجموا العناصر. ما نعاودش لكم على هاد البسطيله، كنا مشينا عند شي ناس ودارتها السيده، ما نعاودش لكم، ما خرجنا تاخدينا المقادير، لدرجه اننا تفاجئنا ما فيها ولا حوته ولا سمك ولا والو. غادي نضيف هكا المقادير ديالي اللي درت على الفيرميسيل ونحركهم وغنخليهم على جنب. هنا غادي نضيف هذا الصباح بعد ما رقدت الدجاج. هنا ما عنديش يعني طنجره كبيره، ما جبتهاش من الدار عندنا. غادي ندير هكا ناخذ جوج طنجرات وغادي نقضي وصافي. غادي نحط الدجاج ديالنا ولا بدا غادي نمهل عليه البوطه، وغادي يبدا يطلق الماء ديالو فاش ترقد، عاد غادي ان شاء الله تشوفوا المرحله الثانيه. ان شاء الله غنخليه كما قلت لكم حتى يطلق الماء ديالو. ها نتوما كتشوفوا بعد ما مهلت عليه النار وخليته هو تيطلق هذيك الماء الاولانيه ديالو، ما كنضيف ولا نقطه ماء، كيطيب في البصله ديالو في الماء اللي طلق. هنا عندي 2 كيلو ديال البصله، حتى جوج كيلو ونص، ما تخافوش منها وما تفاجئوش انني دايره البصله في البسطيله ديال الحوت، كيجي المذاق ولا اروع. تما في الدجاج كنديروا البصله حلوه، وهنا بصله مالحه. ها نتوما كتشوفوا بعد ما درت البصله حركت عليها بدا الدجاج كيطلق الماء ديالو، وغادي ان شاء الله نضيف الزيت. دابا عاد الوقت ديال الزيت، ما كنضيفوش الزيت باش ما كتحجبش لينا ان الدجاج يتشرب التوابل والملوحه والحموضه وكل شيء داكشي اللي درنا فيهم. كنضيف هذيك الزيت كامله، تنحرك على الدجاج ان شاء الله وهكا باش تيتشرب وكيجي لذيذ وكيجي فتيح حيتاش بات الليله كاملها. جربوا هذه الطريقه وغادي ترجعوا عليا الخبر ان شاء الله. هذا هو الدجاج بعد ما عقد مزيان ودخلوا الطياب، راه طاب مزيان. وها نتوما كتشوفوا كيطلق ديك الزويته ديالو، كيوقف وكنقلبوا تلقاه راه طاب. غادي ان شاء الله نحيدو من هذه المريقه وغادي نخلي ضروري المرقه خصها تعقد، ما يبقى فيها حتى نقطه ديال الماء ولا والو. هنا الدجاج ديالنا ها نتوما كتشوفوا طبرونزه مع راسو، كيجي لون زوين بزاف بزاف، والمذاق ما نعاودش لكم عليه. هكا غادي ان شاء الله ناخذو وغادي نفتتو. هنا المرقه بغيت نوريكم باقيه المرقه على 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 النار باش تعقد اكثر من هكا، ومازال ملي غتعقد غادي نوريها لكم باش تشوفوا لا تكستول ديالها كي تتولي. هذا الدجاج ديالنا غادي ان شاء الله نقطعو، وكنقطعو دي مخصو كبار شويه كونكوا باش يبان لينا بحال راه الهبره ديال الحوت. وهنايا
بعد ما فتت الدجاج ديالنا ها نتوما كتشوفوا داك اللون كيحافظ عليه وكتدخل واحد النسمه ليه ما نعاودش لكم غادي تجربوه. هنا الفيرميسيل بعد ما حطيتها حتى هي ترجعت في بعضها وعلى خاطرها وشربت المقادير ديالها كاملين. هنا عندي 150 غرام ديال الفرماج احمر وعندي 200 غرام ديال الموتزاريلا، وانتم الفرامج حسب اللي عندك في الدار ولا حسب الذوق ديالك. هذا مكان، وهنايا الفرماج ساندويتش اللي ضروري في بحال هاد البسطيله حيت تيعلك الحشوه وتيجي زوين بزاف. وهنايا بسم الله على بركه الله انا باتت عندي الورقه، ضروري غادي هكا نلبسها كاملها بالزيت باش طوع معايا الورقه. احسن حاجه ليها انها كي تجي كتلمط البسطيله، ولكن ما يمكنش هذه 9 ديال الصباح، يعني درت ليها لا كوموند البارح وجبتها مع ديك 10 ديال الليل. هكا كنلبسها كامله وكنحطها على جنب باش تساعدني انني نلمط البسطيله ديالي يعني بكل راحه. هكا غادي ان شاء الله، انتم كتشوفوا صراحه الله زوينه، ولكن ملي باتت معايا شويه عذباتني. غادي ان شاء الله تابعوا معايا المراحل ديال التلماط ديال البسطيله، وما كاينش حد ما كيعرفش ما شاء الله. كنبداو بربعه ديال الورقات ديال البسطيله. هذا عندي المول كبير، يعني درت البسطيله كبيره ديال 45، وغادي ان شاء الله تابعوا معايا. غنحط واحد الوريقه اخرى ضروري في الوسط باش هي اللي كتهز ليا الحشوه، وغادي تابعوا معايا ان شاء الله بالصور. بعد ما حطيت الفيرميسيل ديالنا غادي نضيف شويه ديال الفرماج احمر وشويه ديال الموتزاريلا، وغادي نخلي الاخر ان شاء الله باقي غنحتاجو. هنا الدجاج ديالنا بعد ما هذه هي البصله اللي بغيت نوريكم، ضفت ليه نصف الكميه ديال البصله باش تدخل معاه مزيان وتعطيه ديك النسمه ديال الحوت، وغادي ان شاء الله نحطو فوق الفيرميسيل. وبالنسبه للترتيب ديال هاد المقادير هكا تيبقى حسب الذوق. الوقت ديال هاد البصله المضغمره والواقفه في الزيت ديالها، كما قلت لكم جربوا هاد البصيله وغادي تحسوا بالفرق ديال البصيله الكذاب هاد الحوت اللي ما كتكونش فيها البصله، راه كيجي فرق كبير وبزاف. جربوه، انا جربته واقتنعت به. هنا كنحط ان شاء الله البصله ديالنا اللي مضغمره وشاربه مزيان توابل الحوت كامله، وهي اللي كتعطينا ديك النسمه ديال الحوت، لهذا كنسميها بصيله كذابه هي بالدجاج. ولكن المذاق ديال الحوت اللي كلاها ما غاديش يمكن يقول، ولكن حبذا لو انكم الى عندكم تزيدوا واحد شويه ديال الكروفيت كيخرج ديك النسمه. غادي هنا نضيف الفرماج ساندويتش اللي قلت لكم تيعطيها واحد التعليكه وتيجي زوين بزاف البسطيله ديالنا، وغادي نضيف واحد شويه ديال الفرماج اللي بقى ليا ديال الموزاريلا، وغادي ندير شويه ديال الفرماج احمر، والفرامج تيبقاو حسب الذوق والكميه حتى هي حسب الذوق وحسب السيده. انا ان شاء الله كتشوفوا بلي راه عندي الزيت وعندي البيض، بيضه مطربه. ضروري غادي ندير ان شاء الله هنايا واحد جوج ورقات، حيت بصح انا عندي المول كبير وخصني نزيد شويه الورقه، حسيت براسي انني ما والورقه في صراحه الله رقيقه الله يعطي الصحه لهذيك السيده اللي قادتها. هنا ملي كنبدا كنجمع الجناب لا بدا كنبدا غير نلصق بالبيض، حيتاش هذا البيض واحد الاضافه اللي كيعطي البسطيله انها كتجمع وما كتطلعش ديك الورقه الفوقانيه اللي الفوق وتقرمش ليك في الفران وترطق، يعني كيجي المنظر ما زوينش. هنا البيض كيخلي لينا الورق ديالنا انهم كينعسوا على بعض، اوكي ها نتوما كتشوفوا هنا محلوله ليا الورقه ديال البسطيله، ولكن معليش يعني باش ما انا كنلمط وكنتحكم في البسطيله ديالي ما نخافش منها. هكا غادي نجمع ديك الجنيب وغادي نعاود ندير الوراق الاخرين اللي كيستروا ليا البسطيله ديالي. هكا ديما المساعده بالبيض، حيتاش البيض كيلصق الورقه ديال البسطيله وما كتطلعش وما كترتقش من الفوق.
الخياط الميطه العاديه اللي كنلمطوا البستيله باش تيتجمع لنا الحشوه ديالنا وكنتحكموا فيها هكا باش ما انا كنلمط وكنعاود نلصق بالبيض. ولكن الزيت راه ما درتهاش، راه درتها فقط في الورقه الاولانيه اللي لبستها بالزيت، حيتاش عندنا البستيله راه طايبه بزيت الزيتون، ما كاينلاش تطلق لكم بزاف ديال الزيت في الفران وتجيكم يعني البستيله مدمه بزاف وقهيمه. بعد ما لمط البستيله ديالنا جمعت لها جنيبات هانيت ديال بصح، ولا بدا هاد المرحله ديال انكم تبسطوا شويه الحشوه باش تنسجم مع بعض وتجيكم البستيله ديالكم قاده في المنظر وكتجي زوينه بزاف. هذا مكان هنا ان شاء الله، هذه طريقه ديال التزيين كما زينتها السيده الطباخه اللي مشيت لديك العراضه. هنا عندي البيض ديال البيضه وعندي معلقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره ونص معلقه ديال الثوم بودره. هاد الوريقه ديال البستيله قطعتهم طولي راكم عارفين ما شاء الله، وهنايا غادي ندير لها هاد اللون هكا، منها كيتوب لها وكتجي لذيذه ملي كتكال، ومنها كيعطيها هذيك اللون ما كتبقاش الورقه بيضاء، كيجي زوين هاد التزيين هكا. نتمنى انه يعجبكم، والتزيين كيبقى حسب الذوق كما دائما تنقولوا. انا غادي نشد هاد الوريقات بعد ما لبستهم وخليتهم واحد شويه، ونسيت ما قلت لكم بلي درت واحد الطريقه ديال الملحه فيهم. وهنايا كنبدا كنحط في الجنيبات طريقه عاديه، واللي بغى يزوق باي طريقه. انا ما درتش الكروفيت، بغيت البستيله ديالي تطلع شي شويه ارخص واخا ما طلعتش رخيصه. وهنايا كان يمكن انك تزوقي بشويه الكروفيت شويه الحامض شويه، انا حيتاش غادي عند حنان بصح حنان عارضه علينا، واخا انا مطيبه ليها البستيله في داري ولكن هي اللي دايره العراضه وبغينا نمشيو عندها. وهذا الصباح دغيا في ساعه بغيت نطيبها وتنمشي للدار عندها، باقي سخونه مشيت وعاود دخلتها للفران عندها باش تعاود تقرمش وتاخذ واحد القرمشه. هذا ما كنتمنى هاد المريضه العادي يكون نال الاعجاب ديالكم. هادي ملي طيبتها في الدار وجيت وهاني دخلت على الفران عند حنان لابدا باش تزيد تقرمش على ما يتجمعوا الدراري على والاب ديالي والام على الطبله. هذا ما كان تجي زوينه بزاف وكيجي طريقه ولا الاخ ديالي قام بالتقسيم ديال البسطيله وبصح كلهم تيشكروا وغادي يشوفوا لا فيديو غيعرفوا انا راه تنقول صح، جات البسطيله ولا اروع وجا واحد المذاق ما نعاودش لكم عليه. كلهم تفاجؤوا وصحاب ليهم بصح، انا قلت لهم ضحكت معاهم قلت لهم راني درت واحد شويه الحوت، ولكن بصح راكم تتشوفوا المراحل هما غادي يتفاجؤوا. لحد الان ما عرفوش بلي انا ما درتش الحوت، مشاو على اساس ان البسطيله ديال الحوت. هذا ما كان درنا واحد شويه، درت اختي فاطمه طيبات اللحم طياب طنجيه ودرنا شويه الديسير المغربي اللي تيكون مور الماكله. وهذه هي البسطيله صورتها في الدار عندي بعد ما طيبتها، بغيت نوري لكم اللون الذهبي حيتاش بصح ملي حطيناها في البلا والدراري بداو تيقسموها كان مزيان انني صورتها قبل. هذا ما كان كيجي المنظر زوين وكيجي هذا الزواق زوين بزاف بحال شي وريضه. انا اكتفيت غير بشويه ديال الطوماط سوغيز، نتوما ممكن هنايا بلاصه الطوماط سوغيز تحطوا الكروفيت تحطوا الطريفه ديال الحامض تحطوا اللي بغيتوا. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كانت معكم بيجا من قناه النصري برودكشن، والسلام عليكم.